يقدم لكم هذا البرنامج بمساهمة ميزيدور وإير دوريش بوند. يقدم لكم هذا البرنامج بمساهمة ميزيدور وإير دوريش بوند. هي وعندك هذا نائب الرئيس. نائب الرئيس مش راعي يكون وزير. إيه وزير عطيك توا أو أخذ الزين الإحدى عطيك توا أو أخذ الزين الإحدى وأنا ريش كون خلاك مصيبتي يا الخسلان طيب بيا كي شترين تصبر وحنا وليناتو نورين حياتو معناش غايتزوش. أنا نائب الرئيس يا مولاي حمد وهي اسمحوا لي اسمحوا لي تعطلت ولكن بزاف ديال المطارق في هذا الراس لا اله الا الله تسنيتوني بزاف واقيلا شويه اوه الزحام الطريق كي دايره الزحامات لا اله الا الله محمد رسول الله يا الله اسمحوا لي المهم على سلامتك نعمس الله يسلمك اش عندك تما ثلاثه المشاريع نعمس زينت ثلاثه جوج فيهم الكاملة واحد لا شيف العمس اياه وسبق لي هذوك اللي فيهم الكاملة هما الاولين وديك الساعة نشوفوا اللي ناشف الله سي عطيت الرئيس الى ثلاث ايام ولا خدام عليهم فيريفيتهم ورقة ورقة خاصك عليهم العمس يزيهم خاصك تسيني من العمس صافي نسينيهم الله يزيد فيهم هذا هو اللي فيه الكاملة هذاك ولا تحت منه هاكا سير قلم رصاص علاش قلم رصاص هذا كيسينو به الناس الله يرضيك السيلوة باش هادي خصيصا على قبل هادشي الله يرضيك صافي غيز قول لي هذاك الشلابي هذوك السمساره اشنو درتي معاهم السيد الرئيس راه سبق لينا تعاملنا معاهم وعندنا ثقه فيهم وثيقوا فينا وثيقوا فيهم كل هاني وعشيه دوزي هذاك الشيء للدار الله يرضيك كل هاني السيد الرئيس كل هاني الله يرضيك راه غنتهلا فيك سير الله يعاونك ان شاء الله غتمشي تقاد لي الوريقات ديال الاجتماع هي الاولى الناس مجموعين والناس مقادين غادي تكتب لي دوك الرسائل وغدير لي سميتي لتحت كالعاده نسيني كالعاده نرسل وشاري على قبل السيناتور من بعد هذا الشيء غادي تبدل حوايجك وغادي تمشي للدار تهز الدراري تدي من المدرسه ومن بعد غترجع للدار غتبدل حوايجك بعدا وترجع للدار ادي الحاجه راه عندهم شي عايش مع شي عواشر ولا شنو تيقول لهم غادي لهم العونيه شعبانه ديرهم ومن تم عطوني ولا ديها تبات عندك قلت لي حقا غادي تمشي تداوى على العروبيه باغي تسد عطوني 10 لتر ديال الليصاص ما تقدش نعمس او 10 لتر ديال الليصاص ما حتى غادي للهند والله يديك راه تقدك سيره تكيست كضل الضو ملي طلبوا لي عكا تاخذها وكتنسى راسك نديتها نديتها عندك صافي ما صافي سير الله يعاونك شكرا نعمس شكرا نعمس شكرا لا حول ولا قوه الا بالله اش نادر ديال الكاغط اش راه هادشي هادشي كيهاد المواطنين كلهم جاونا اليوم وخاصنا نناقشوهم في اجتماع هذا لا حنا اليوم عندنا اجتماع على الزبل جمع لي ديال الزبل بوحدهم وخلي شي لاخر ديه حتى شي تاخر خلينا نشوفو صافي هذاك الشيء ماشي زبل هادشي كله زبل لا حول ولا قوة الا بالله حنا نبقاو بقى من هاد الزبل هذا الزبل دخل عندي تال المكتب عباد الله هادشي ماشي معقول شوفي غادي تري لي هاد الملفات وملي جي السي احمد قول لي جمعوا لي يفرزهم شي البراكس بوحدهم البراوط بوحدهم كل حاجة بوحدة الله يرضي عليك انا رانا باقي بلا فطورية الله غنمشي للطر الله يعاونك يا سلام يا سلام والله العظيم الا جامعك البيرو ديال شي انتي غتكوني رئيسه المستقبل شي ان شاء الله نهار نولي وزير غادي نديك مديره ديال الديوان ديالي في الوزاره ديالي ان شاء الله لانك تبارك الله عليك منوره صباح الخير صباح النور صباح الورد والزهور صباح ستيلو واش دابا غتبقي قاطعه كلامي واش غتبقي ديما دابا كتهضري معايا غير بالوراق حنا مالنا زيازن هضري معايا شوف حبيبه
قسما بالله الى ان شاء الله الفرج قريب. انا غادي لقيت واحد اللعيبه هضرت مع ابراهيم وزعمني، وغادي ان شاء الله نهضر مع وليداتي ومع نساباتي. يعني انا اللي خايف منه هي ديك فاطيم، فاطيم هي اللي خلعاني بوحد الشتاء تناميم سهله، نهضر مع الصبلونيه غدوز، مي فاطيم ما عنديش شي طريق ليها، ولكن دابا لقيت الطريقه باش غادي نقدر نغمق عليها ونشرح لها العلاقه اللي بيني وبينك، ونقول لهم انا راه عندي السيده اللي كنبغيها هذه مده، وان شاء الله غادي نتزوج بها. اش ظهرك في الهضره كنقول؟ شوف احمد انا عييت، هاد العلاقه راه طولات، هاد العلاقه راه حماضت. لا حاشا واش تحماض اولي، حاد زيان تريحتها، حاد عرفنا بعضياتنا مزيان، وحنا الحمد لله علاقتنا بريئه، وعلاقه ان شاء الله اللي هي ديال الحب والوئام، وحنا غادي نبنيو عائله، وان شاء الله غادي تهني تم غتبقاي صفير ما غتولدي ما والو. عندي ثلاثه انا غادي نعطيهم من الديبار. شوف انا اللي غادي نقدر ندير الحبيبه ديالي هو ان شاء الله عندي واحد الخطه عطاها لي ابراهيم، هي اللي غادي تخليني انني نقنعهم ونقول لهم شكون هي السيده اللي غادا تجي واللي غتكون الزوجه ديالي المرشحه ان شاء الله. واش هي الخطه؟ الخطه هو ان اليوم اجي هنا، اليوم عيد الميلاد ديالي وما تفكرتينيش، هذا هو الحب ديال العلاقه، ها ما تفكرونيش انا في عيد الميلاد لا انت لا ولادي. ولكن معليش انا اليوم عيد الميلاد غادي نهز واحد الحلوه وغادي نمشي ندير مفاجاه زوينه لوليداتي وفاطيم ونميم، ونقول لهم بصراحه اليوم عيد الميلاد ديالي ورانا قررت ان شاء الله باش غادي نتزوج، والانسان اللي باغي نتزوج بها راه هي ليلى الكاتبه ديالي وديال الرئيس. يلا ايوا كي جيتك وضحكي تضحكي وتضحكي. Surprise! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! شكرا شكرا. ما عرفتش غنقول على حساب اللي نسيتوني ونسيتوني عيد الميلاد ديالي. على نساوك، حنا نساوك ما يمكنش. انا انت عندي منك زوج ولا ثلاثه، عندي ثلاثه ديال خوتك راهم دايعين في البرازيل وفي الارجنتين وما عرفتهم فينا هما، سببهم هي الكره. شوف حنا عندنا هي انت واحد عرفتي انا يا سيدي احمد. هذيك ماريا خيسوس وانطونيو هي وتوريا مولات البازار، واحد عيد الميلاد دوزنا ما نقولش لك عليه ليه في اسبانيا. ماما بركه فين هما هاد؟ شكون هما؟ لا هما ماتوا الله يرحمهم. ايوا كاملين ماتوا. لا ماتوا. ايوا سيده وانا هادي سكسي حنا كاملين بابا درنا هادشي اللي قلت الصراحه. السي احمد انساك العالم كله، انا ما ننساكش، عافاك امنيتي صورتي انا وياك اللوحه في انستغرام، عافاك. غنتفاهم انا وياك، تفاهم انا وياك، انا خلي العالم كله تفكرني انت بوحدك اللي نسيني شويه. شتي انت بالنسبه لي راكي بحالك بحال اختي، انت جالسه هنا اختي، فهمي دخلها في دماغك اختي، انت بحال اختي، فهمنا؟ غير بحال غير بحال صافي، داكشي كيجي مع الوقت. لا عساك بابا انا اللي تفكرتك صافي، انا وياك اللي رجال هنايا. انا عود وانت عود. ايه حنا جوج عواد. انت العمود الفقاري. اي انت العمود ديال هذه العائله كلها. يلا خليوني نجلس باش نتفش معك. زيد 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 السي احمد، زيد السي احمد، زيد زيد. ايه سير هيك، اجرب اجرب. انا عندي طاكي طاكي يا بنتي، طاكي 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 بوك. بنيت ربي ما بان لك مزيطي. ماما يلا. ايه نسيت انا حيت عا كنشوف احمد وكندوق. يلا 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 قالوا لينا شبع، انا غادي نتفش معك وناكل الحلوه، غادي تدخل لي واحد الفرصة باش غادي نمشي نرتاح شوية، وغادي نجي عندي لكم واحد الخبر مهم باغي نقولو لكم. غادي يهم العائلة كلها. هاي هذا الخبر بصراحة أنا فرحان باش نوصلو لكم ونقولو لكم. يلا يلا شعلوا بعدا الشمع، شعلوا الشمع. أنا نائب الرئيس. يلا أجيو معايا باش نطفيو الشمع. تيلاش مزاحمه تيلاش مزاحمه تيلا خليها دير لي شي. يلا زيد زيد ما خاصش لينا هاتي تشوفي زيد. يلا اجي غنطفي الشمع كاملين. واحد جوج ثلاثه. اوف اوف.
برافو برافو. دابا انا حيت عندي السكر ما نقدرش ناكل معكم الحلوه حيت السكر نتوما مطلعينو ليا ديجا فهمتي. قلت زعما دابا غادي تاكلوا نتوما الحلوه ها وانا غادي ندخل نرتاح شويه وغادي نخرج باش غادي تكونوا مستعدين باش نقول لكم واحد الخبر مهم. خبر اللي عنده علاقه بالحياه ديالنا كاملين وغيعجبكم بما انكم نتوما فاجئتوني حتى انا غنفاجئك. وكنشكرك هاد سيبتي العزيزه كنشكرك لانك فكرتي في عيد الميلاد وكتبغيني لهالدرجه هادي. انا غنوض جاي صحاب انا هادشي دايره غير هكاك لله. انا راه عندي واحد الميل في دوسي خصك تشوف ليا معاه. شوفي انا راه عارفيني ما كنخلطش ما بين الخدمه وما بين دوك الملفات ديال كل ملفات ديال كل مخوض. شوف بركه ما غادا نفرشك دابا. لا غيكون الملف نقي. الملف نقي عرفتينا دابا وغادي تحاول تنقيه وعرفتي دابا السياسه والمشاكل وداكشي غادي تدخليني فشي حوايج اللي انا ما قادش عليهم. حياني عليك انت قد على العجب. صافي اذا انا ان شاء الله غادي 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 نمشي ارتاح وغادي نجي نستعدوا باش غنقول لكم الخبر. متفقين؟ متفقين. الله يسمعنا خير. صحتكم بالحلوه. صحتكم بالحلوه. انا السكر ديجا طالع عندي. صحتكم صحتكم. الصحه ماما زيد ايوا اقرب نيت عطاني طريف يا قلتي فيك السكر مالك انت شغلي باص لوجهك باص ما عندكش لوجه خوف خويف تاني لوكازيون منك انت كتهضر معاهم وديري لك عيد الميلاد وكل شيء فرحان هي لوكازيون باش تلوح اليوم وتقول لهم احنا باغيين نمشيو. المهم عندكم وليداتك ما كصاحبي خوف ماك كون راجل وخوف الشجاع وقول لهم انا باغي نتزوج حقك حقك الشرعي خوف خيف بنادم كيدير يعني كركن ملي كتكون في البيروك نائب الرئيس بحال السبع كتجي حتى لعند نساباتك وعند ولادك كتقول لي خويوي خصني نجي الشعب كيف حقك خصني نقولها لهم خصني نقولها لهم نقولها لهم دابا كاين كيرتاح شوية ارتاح شوية وغادي نوض أونفو وغادي نمشي عندهم ونقول لهم أنا قررت بغا نتزوج وشنو فيه؟ ويلو ويلو شغي وقع كاع شغي يجرى كاع صافي كلمة ديال رجال صافي خمسة ديال الدقيقة. زينب سيري بنتي شوفي باباك فين هو. سيري فيقي هزين سيري صافي فيقي غير بشوية لا شي فايق بشوية هذاك العلم الله شنو الخبر جايب. أنا الصراحة عندي إحساس هذا الخبر عنده علاقة بيا. عرفتك وجهك باهتي لي معسكتي كول 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 ما نديش عليها بحال عدوزتي إي بحال خادة كول إلا بغاتها خرجت لينا هادي تاع قصدي غير ارتاح وغادي نفتحهم بالموضوع شنو فيها غادي نجمع الأنفاس ديالي ونقول لهم انا وليداتي نسباتي الكبيره الصغيره انا باغي نتزوج حقي الشرعي شوف شي واحد حقي حقي هذا او ولكن خصني نرتاح شويه ماشي خايف ولكن انا غا شاك شاك والشك خيب شاك انا عائلتي المحترمه وليداتي نسيبتي الكبيره نسيبتي الصغيره جارتي العزيزة اللي بحال اختي أبي العزيز أبتاه أبي فوق الشجرة. أنا دابا اليوم بغيت نقول لكم الخبر اللي كنت باغي نزف لكم وكنت حشمان باش نقوله قول ولكن غتواعدوني واخا ما يعجبكمش ما تقلقوش ياك لا 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 غير نقول قول قول كتخلعني نسيبتي الصغيرة نقول قول في الحقيقة أنا ياك ما غتقلقوش لا والله لا ياك يلا المهم الا تقلقتوا كاع تقلقوا في خواطركم بلا ما باش ما تخليوني نقول انا الكادو اللي غديروا فيا في هاد الكوادوات كلهم اللي جبتوا هو انكم تقبلوا هاد الكلمه اللي غنقول لكم ها وبصدر الرحم وتكونوا فرحانين ياك انا في الحقيقه والله العظيم يا شويه غنقولها لكم ها يا ودي قول لينا واحد جوج ثلاثه على هالكو في الحقيقه بمناسبه عيد الميلاد ديالي 52 انا قررت باش غادي ان شاء الله نتزوج. Yeah!
بسم الله بابا، بسم الله بسم الله بسم الله. مالك مالك بابا؟ بشوي عليك. بسم الله. مالك؟ ما 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 احنا في الدار، احنا في الدار، كل 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 كلكم بخير. احنا بخير. ما سمعتوا لا تقرطي حتى برطيق الاول كيلور. يلا بابا يلا مشيو، حنا كلشي كيتسناو، حنا كنسناو في الصاله. يكلم عيد ميلاد. بابا يكلم عيد ميلادك. صافي سيري هذا الشيء. دغيا بابا ما تعطلش. اوف سطيرة باش نقول عليهم، باش درتي باش غيتيروا فيك، ضربوا المدافع وضربوا. وخطاطين وخطاطين درجة أوف. نصلي العصر، نصلي العصر ونطلب الله عز وجل يوقف معي في هذه المصيبة اللي أنا فيها. أنا نائب الرئيس، أنا نائب الرئيس. نظرة ودزنا الابتسام درا. الوليد الحمد لله، الوليد الحمد لله اللي لقيتك بصح تقلب لك فكتي. كنت في السينما، كنت كنشوف واحد الفيلم هندي فيه ثلاثه السوايع والغناء، الغناء بزاف تعزوني ديالو. انا ما عرفتش كي كدير كتشوف هاد الافلام. هاد خيتي ما عرفتش علاش دايره 100 سوايع تاع هاد دخل العائله بزز. شوف الوليد، انا محتاج لك، انا محتاج لك ووقف عليك. انا من الصباح رانا ضيخ، راه مني من قبيله من عيد الميلاد وانا تعرف ما قدرتش نرجع باش نقول لكم داك الخبر، ولكن بغيتك تعاوني فيه. عندي واحد المساله بغيت نهضر معاك فيها. وراه حتى انا عندي مساله بغيت ندوي معاك فيها، ولكن تسلمت لي. انا اللي محتاج لك دابا، انا بغيت نهضر معاك على الزواج. الزواج؟ وحتى انا باغي ندوي معاك على الموضوع ديال الزواج. انا باغي نتزوج. ماشي انت تشغل شغل، انا اللي عندي الاولاد. انت عندك شي ولاد؟ عندي انت. مالي انا محتاج لامي، انا محتاج لمرتي، انا عندي الولاد صغار، خصهم مهم مهم اللي غادي تقابلهم. بغيت نتزوج على قبلهم لان خصني مهم اللي غتقابلهم، وما قدرتش خفت. بغيتك تعاوني باش نقول لكم هذا الخبر باش يوقفوا معايا. انت عارف الولاد وعارف هذوك النسيبات. اش بان لك؟ راه تلقات السلاكه مع الدراري الصغار، ما تلقاش السلاكه مع دوك العقيسات. هذوك اللي خالعيني، وسيرتو ديك فاطمة. فاطمة هي اللي خارجه ليا في عودي وهي اللي عايقه، الشيء الاخر راه نقدر نغلق عليها. ولكن دابا بغيتك توقف معايا، هاد القضيه شعلات وخصني ضروري نهضر معاهم، خصني ضروري نتزوج. توقف معايا؟ نوقف معاك. صافي راك ولدي. الله يحفظك. لا انا كنموت عليك. الله يرضي عليك. كنموت عليك. شوف دابا انا درت معاهم دابا باش غادي هما دابا غادي قلت لهم باش غيجتمعوا وغادي نمشي نجلس معاهم وشجعني باش نقدر نفتحهم في الموضوع. صافي؟ واخا. ها راه حيت قبيله ما قدرتش، خرجت للزنقه بقيت كندور نقلب عليك لانني خفت. ودابا هاني بحالي هاد السي كله غادي يدوز على كتافي. صافي صافي يلا يلا هما غيدخلوا دابا نلقاك حدايا. يلا يلا نوت اجي معاه، نوت يلا اجي معاه، بارك الله اجي معاه اجي معاه. يلا الوالد احنا تجمعنا، شنو هو الموضوع اللي كنتي بغيتي تفتحنا فيه؟ فتحكم فيه موضوع عادي. انا كنت حتى ملي العس قبيله جاني واحد المخطط، ففكرت باش انني انا نتهلا في وليداتي، وغادي فكرت ديك القضيه قلت لي ديال الزياده غادي نزيدكم عود 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 ونص عود، وتا امك لاله كبيره امك لاله صغيره تما نعطيهم عود عود. المهم كلكم تاخذوا العواد. بركه من العواد زيد دخل الموضوع. الموضوع هو هذا، موضوع ديال الفلوس. غنتهلا في وليداتي غادي نزيد. بابا نعرف الموضوع اللي كتبغي تفتحنا فيه. عرفت الموضوع؟ واش الموضوع هذا هو الموضوع اللي كنفتحكم فيه؟ وراك جيتي فيقتي لقيتي هو ديال الفلوس باش نعطيكم الفلوس ديالكم، ياك؟ هذا هو الموضوع. ايوا حنا مالك ماما؟ كنقلب على موزايطي. ما زادك مراك ماما؟ حيت انا هاك حدايك كندوخ. انت شنو هاد الموزايطي؟ شنو فين اللي خازنه فيه؟ فيه ورقيه. ورقك راه سالاو من شحال هادي؟ لا شغلك شهادو ورقيه ديال صبليون. جاب دي المواضيع كتهضروا فيهم صافي فضينا. بابا حنا رضينا الموضوع من جميع الجوانب، ولاننا ديمقراطيون حنا موافقين انك تزوج. شتي بابا كون جيتي من الاول وفتحتيني في الموضوع كنا غادي نخرجوا شي نتيجه زوينه وغادي نحلوا المشاكل. راه انا وياك رجال. رجال اش كتجبدوا القضيه ديال الزواج؟ اش كتجبدوا القضيه ديال الزواج قدام مولا لك الكبيره وامك لك الصغيره؟ ما تجيبوش هذه الهضره. تقبلوا لي كنايا دابا انا الكبيره. لا انتي انا الكبيره. لا الكبيره وامك لك الصغيره، هادشي ما كاينش منه هادشي ديال. ايوا حنا موافقين وعارفين
موافقين موافقين موافقين. وانتي مالك؟ انتي مالك؟ صافي. واش كتهضروا بمعقول موافقين انني نتزوج؟ موافقين. وانني نتزوج؟ ولكن بابا بشرط. بشرط؟ بلاتي وغويتا؟ غويتا؟ غيتا قال لك احنا جيل تيك توك وانستغرام عارفين نعجب. صافي الله وليدي تيكبروا ولا كيفهموا. ويلي خليك ليا يدلي عمرك على اللسان اللي كيقول هذا الكلام. انا كنشكركم مني نتوما وافقتوا وهنيتوني من المشكله هذه انني ولكن بابا بشرط. بشرط قولي الشرط. ايه معلوم بشرط. شرطي شرط المرأة اللي غادي تختار انت بالطبع نشوفوها احنا قبل ونوافقوا عليها كاملين. خاص تكون الموافقه جماعيه باش ربي يسهل. وانتي مالك؟ وانتي مالك؟ صيبه وليد عرفتي مالك؟ خلينا احنا نهضروا مع بعضياتنا. انا 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 موافق. انا موافق من حقكم السيده غادي تعيش معكم خصكم تعرفوها وتوافقوا عليها. ما يمكنش انا نجي نتزوج ونجيب لكم اي حد براني ولا دا غادي نجيب لكم شي حد اللي قريب. لا ما غاتجيبش البراني. لا خاص يكون من هاد الدار نيت قريب. وانتي مالك؟ اني وصايبه مالك فيه تكسي. شوف 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 احنا الحمد لله عائله واحده ومفاهمين مع بعضياتنا. انا متفق على حاجه واحد القضيه اللي انا فرحان. انا والله الا فرحان والشروط ديالكم كلها مقبوله ولكن عندي غير واحد السؤال. بغيت غير نعرف باش عرفتوا شكون اللي قالها ليكم وانا يلا با اللي صيط الاخبار. سلام مولاي احمد. انا عرفتك. شوف انت عرفتك حسيت بك محن. وليت من سنين اصاحبي مات المرحومه. قلت صافي ما غتقدرش تفاتح ولادك. جمعتهم وقلت لهم كلشي. انت اللي قلتها لي. شتي قلت لكم غادي يفرح. الى على خاطركم. شنو؟ واحد دقيقه. خوت جوج غادي نتكلم. سبقني لا ريسبسيون غادي نهضر انا وياك شويه. ضروري. سير تما. سير ما نقلقش بعدا. لا ما نقلقش غير تسناني. تجبوا الحال. ياك زعما دابا موافقين ياك؟ موافقين. يلا سير حنا معاك بالنيه. صافي معايا بالنيه. سير سير طلعتي البروميير سيري. ياك ما قلتش يا اخي قلتي لي ما قلقش. وا قمي غير محدده. اسكت قمي جرا ديالي. شوف بغيت نتسول معاك بغيت نتفاهم معاك. قد ما انا فرحان قد ما طالع لي السكر قد ما طالع لي الدم. كيفاش تمشي تفتحهم في هذا الموضوع بلا ما تشاور معايا مولاي احمد؟ ها كان بغيك وانا كل ما نبغيك ما نسال عليك. ام كتوبي اسمعي انا بغيت لك الخير. انا قلت انت راك محن واش معك. شوف راه شو جاك الصفر راك محن كتقادر باش كيشوف على داك صاحبي كتقادر على راسي. كي غدير من سنين كي غدير صابر. ولكن راه شوف ولكن كنت تشاور معايا. دابا نفرض كون 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 قالوا لك رفضوا قالوا لك لا عادي وليدي هادي صغار نقول لهم كنضحك معكم وغادي تيقوا وما راهش دابا الحال. ثق بيا بيكول صاحب شويه بيكول بيك وايت. تخلط عليا كلشي ياك السونتيمون ديالي كلهم تخلطوا عرفتي مع السياسه ومع كلشي تلول عندي. دابا صح. شوف دابا انا غنمشيو نجلسوا دابا هاني سير انت تجلس. عندي لك مفاجاه اخرى. مفاجاه حدا اخرى عاوتاني حدا تقفر. لا بيك وايت بيك وايت. يلاه نمشي. سير. قربوا عندي بغيت نهضر معاكم. هنا الشيخ العزيز. ماما المنصف مش بقى انت يا اختي طايره ايه ريكي داخله جنب. يلا بغيتكم تقولوا لي الخطه اللي غادي ديروا لي باش يتزوج. شمن خطه با سيدي؟ حيت انا عارف ماشي من مصلحتي يتزوج وتنتوما ماشي من مصلحتكم يتزوج. واشنا هي الخطه؟ ما غاديش نخليوه يتزوج حتى وحده. هي اللي جات غادي نصاوبوا ليها الدقه وتهرف حالها. ياك ما غادي تسحروا لي. لا هادشي كثار من السحور. دابا تشوف حيت ماشي من مصلحتي يتزوج ولا من مصلحتكم يتزوج. صافي ايه سيروا انا معكم.
الحمد لله صافي فضيت انا ويا الحساب، ولكن انا خوا دار الدراسه، ولكن انا فرحان انني اخيرا اخيرا غادي نقدر نتزوج ونجيب الزوجه ديالي ونعيشوا في هناء وسرور. ان شاء الله ان شاء الله غنعيشوا في هناء وسرور. والله دخلي سوق راسك وما صيبهاش صافي سكتي هو هذاك الجن مش قال لك غيجيب شي مفاجاه. اه ابراهيم هذاك راه كيبلاني الختو باش ياخذ القهوه. لا كانت اختو هذيك راه مقصيه من الديبار. اخت ابراهيم ويلي كاع ما غنخاف انا من هذه المنافسه. ختي تدخلي سكينة شحال كشطاطك. اوي اختي واختي ونانسي مرهونه اوي دلاله مبرطع على مولاها درجلتها مبرك على مولاتها درجلتها. يا التحفة البشرية يا البشرية يا خويا ابراهيم فين فيهم العريس؟ اويلي انت عزلي اللي عجبك شوف جلسي جلسي ها العريس حداك بلاتي خويا هادي نانسي عقرب خويا ابراهيم انا حبيت بابا تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طويلي فينا هو الخير فيك؟ ديرني معاك. مولا الحمد ضويب الشمع البلدي ويلا جات ناس ضويب تريسي انتي. مولا الحمد ضويب الشمع البلدي ويلا جات ضويب تريسي انتي. قدم لكم هذا البرنامج بمساهمة ميزيدور وإير دو ريش بوند. قدم لكم هذا البرنامج بمساهمة ميزيدور وإير دو ريش بوند.